هل أكبر الشيخ الشعراوي بناته على الجواز؟ هل أكبر أولاده على زوجاتهم؟ أسئلة كتير بتدور في أذهاننا، خاصة مع انتشار مشكلة الجواز وإجبار الأهالي لبناتهم على الجواز. في اعتقاد منهم إن الدين كلفهم بده، وبما إن الشيخ محمد متولي الشعراوي هو صاحب النبوغ الفكري وواسع الثقافة اللي قدم الدين الوسطي في كل معاملات الحياة، ناس كتير بقت بتسأل هو الإمام كان بيعمل إيه مع أولاده في موضوع الجواز ده؟ أنا هحكي لكم الحكاية ببساطة. وبما إن النهاردة ذكرى ميلاد الإمام الشعراوي اللي اتولد يوم 15 إبريل، خليني أقول لكم الألقاب اللي اتقالت عنه، وهي الأمين ومجدد العصر وميسر المعلومة، ومنها كمان سمة النبوغ الفكري وواسع الثقافة. الألقاب دي كلها اتقالت على الشيخ الشعراوي، وكان منبعها دراسته في الأزهر الشريف وثقافته الإيمانية وعلمه، وكمان بسبب تعامله في بيته اللي تربى فيه ومعاملته مع زوجته وحب أسرته. تعالوا بقى أقول لكم حكايات الإمام مع الزواج. الشيخ الشعراوي كان حكى عن زواجه في لقاء تلفزيوني وقال: وأنا طالب في المعهد الأزهري في الزقازيق كنت ساكن مع صاحبي في البلد، وبعد ما أجرنا أوضة من ست اسمها أم فتحية كان عندها بنت، كنا بنساعدها في حل الواجب، ولما أبويا زارني وعرف الموضوع ده قال لي قدامك أسبوعين تختار فيهم اللي هتتجوزها، وكنت رافض وفضلت أحاول معاه أنا وأمي وخالتي إن هو يأجل حتى موضوع الجواز ده، بس هو كان رافض ومصر يجوزني واختار لي العروسة وكانت بنت أخوه ودفع لي المهر وأنا رضيت باختياره طبعا. دي كانت حكاية جواز الشيخ الشعراوي، وإنه كان عنده كل الحرية في اختيار زوجته، واللي بيأكد لنا من خلالها إنه تربى على عدم الإجبار في الزواج، وقال إن أساس وأول عوامل نجاح الزواج هو الاختيار والقبول والمحبة والرحمة، وبالفعل كان خيار طيب وأثمر عن ثلاث أولاد وبنتين، سامي وعبد الرحيم وأحمد، والبنتين هما فاطمة وصالحة. وقال كمان إنه كان دايماً بيسافر وبيسيب أولاده، ولما كان بيرجع كانت مراته بتنقله كل حاجة عنهم، وكانت دايماً متحملة شغل البيت ومسؤوليات الولاد. الشيخ الشعراوي رحمه الله لما تسأل هل اخترت لأولادك زوجاتهم أو اخترت لبناتك أزواجهم، كان رده طريف جداً لما قال: اخترت الزوجات للأولاد، أنا بس بلغتهم بالأسماء وهم قرروا، بس أنا ما أجبرتش حد منهم على حاجة، أما بناتي بقى ما اخترتش ليهم أزواجهم لأنهم كان عندهم كل الحرية في الاختيار. دي كانت طريقة تعامل الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسألة الزواج، واللي بتختلف جدا عن اللي بنشوفه الفترة الأخيرة من بعض الناس اللي لسه عندهم فهم غلط للدين. أنت قول لنا رأيك في طريقة الشعراوي في التعامل مع الزواج، وما تنساش تقول لنا رأيك في الناس اللي بتجبر ولادهم على الزواج.